ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده رياكت على ارسنك وسلايفر. سلايفر اوكي، طبعا اللي كتب لي الكومنت ده كتبه لي في اغنيه سلايفر بتاعت امبارح، اوكي، عشان عجبتني الطريقه بتاعته. فانا حابب ان انا اشوف في الاغنيه دي ارسنك وسلايفر هيعملوا ايه بالظبط، وطريقتهم هتبقى ماشيه ازاي. اوكي، ما علينا، خلينا نخش على طول رياكت. يلا ليتس جو. لو حد فاكر بر بتاعت ابي يوسف لما وقعت القهوه، هبقى هيظهر لكم فوق كده، هبقى احط لكم الفيديو ده، اوكي، بشوفوه بعدين. اوكي، وقعت قهوه، كان الاعلان بتاع ابي يوسف ومروان بابلو بر في الاول، مسخره. بدايه كده مش زي حلم خالص. ايه ده، هو ده سلايفر؟ هو ده المفروض سلايفر؟ لا والله. بابا ماما احنا اللي اوكلا، واللي بيدخل بينا هيخرب وموتلا، بيجوا منا شبه احنا اللي بنعمل موضة، انت تقول لي يا اسطى عشان بس سوق الموجة، تشيل بدن في وشك عشان في ايدي الخوجة، انا اللعبة مش هتراضى الغلطة عندي ماما موتلا. So sweet انا او جي او جي هو بليز انا شو ارسنك. انا بحس ان هو اللي هو طريقة الراب بتاعه، بحس ان هو اولد سكول فشخ، نظام اي جي براب سكول، ايام لما كنت بسمع الراب المصري. اوكي، واو واو، انا كنت بعشق، انا بحب الطريقة دي اللي هو راب خام زي ما بيقولوا. اوكي، راب خام مفهوش اي نوع من انواع الستايل الجديد اللي نازل او الموجود يعني. كينج كان رزمت ليو دي كابريو فول ستريت، لما سموك تريز بقول الرابرز دي رو مي، ما فيش حاجة عندي اسمها تو ليت، انا الذهب هنا لسه ما فهمتوش ليه، ما فيش حاجة عندي اسمها تو ليت، انا الذهب هنا لسه ما فهمتوش، انا الذهب هنا يعني هو الذهب صح ويقصد كده ليه، كبير كبيرهم قدامي ما فيهوش حيل، بعرف الكلب حتى لو مالوش ديل، في المنطقة بعرف الكلب حتى لو مالوش ديل، عشان لو الكلب مهما مش عارف ايه ديله، ما علينا ما علينا، هو مثل كده بس انا نسيت. او صاحب قدامي ما فيهوش حيل، بعرفك ديل الكلب عمره ما يتعدل، هو ده الاصل، كلب حتى لو مالوش ديل، هو يقصد بيها كده مش عارف. في المنطقه وصاحب قدامي ما فيهوش حيل، بعرف الكلب حتى لو مالوش ديل، في المنطقه وصاحب الحليل، مش شايف الجحد العويل، البفه مبدأها واحد وجاهزين، نقلب جبل التبل صحيت الواحد وخمسين، في الحكلوت وفي الكريم، تسلم بوس وجيب لي مين 50، في الحكلوت وفي الكريم، تسلم بوس وجيب لي مين، صبار عمر حد لا غيريعه، امام اخويا اللي نادي هنزي، فوفو ولا فوفو ولا صوت مخدرات احنا كوكلا، فيش بابا ماما احنا اللي اوكلا، واللي بيدخل بينا هيخرب وموتلا. سلايفر طريقته غريبة، انا سمعته امبارح وانا مش قادر اقتنع ان هو سلايفر، اللي هو الحتة اللي هو بيغني فيها دلوقتي دي، في اختلاف كأن شخصين مختلفين تماما. مفيش بابا ماما احنا اللي اوكلا، واللي بيدخل بينا هيخرب، مفيش بابا ماما يلا احنا كوكلا، مفيش بابا ماما احنا اللي اوكلا، واللي بيدخل بينا هيخرب وموتلا، بيجوا منا شبه احنا اللي بنعمل موضة، انت تقول لي يا اسطى عشان بس سوق الموجة، تشيل بدن في وشك عشان في ايدي الخوجة، انا زعما مش هتراضى الغلطة عني ماما موتة. سيداتي نسائي والانسات، نجم البرنامج جاء ببيان هام، رجلي في مجالي دست اسامي ناس بشياكه الكاديلاك، دس الناس، نجم البرنامج جاء ببيان هام، رجلي في مجالي دست اسامي ناس بشياكه الكاديلاك، انا كلاسيك زي جاكي تشان، سنك نزل في مجالي دست اسامي ناس بشياكه الكاديلاك، انا كلاسيك زي جاكي تشان، سنك نزل ركب كل الجيم يارد، لسه عمالي شلمت زي الريس كور، صحابي نجوم فبميز الفيك ستورز، نغمي شوي وناجز هار ايم فور، صاحبي الطريق ده في اثار دم، دي لعبتي فيها اوكي، وناجز هار ايم فور، صاحبي الطريق ده في اثار دم، دي لعبتي فيها ضرب النار فن، كلام معالم وكبار بس. انا ارسنك عاجبني اكتر من سلايفر. اوكي،
في الاغنيه دي اقصد دي لعبتي فيها ضرب النار فن كلام معالم وكبار بس صاحبي انت خارج النقاش ده طلقت نايم شله ده اسمه كامبو حضر سنك مش هتلاقي اندو اخوك من زمن دراجون وكابالو رابرز على حجري ده اسمه هارد كور اخويا سلايب وهاجب لنا ولا فوفو ولا صدنا مخدرات الحتة بتاعت ارسنك اللي فاتت دي عجباني فاشخ is it fake stores now let me show you niggas how to aim for low صاحبي الطريق ده في اثار دم دي لعبتي فيها ضرب النار فن كلام معالم وكبار بس صاحبي انت خارج النقاش ده انا عجبني ستايل دي عجباني فاشخ طلقت نايم شله ده اسمه كامبو حضر سنك مش هتلاقي اندو اخوك من زمن دراجون وكابالو رابرز على حجري ده اسمه هارد كور اخويا سلايب وهاجب لنا ولا فوفو ولا صدنا مخدرات احنا كوكالا فيش بابا ماما احنا اليوكالا واللي بيدخل بينا هيخرب وموتا وبيقول هو احنا كارجو يالا حاجة كالا فيش بابا ماما احنا اليوكالا واللي بيدخل بينا هيخرب وموتا بيجوا منا الشبه احنا اللي بنعمل موضة انت تقول لي يا اسطى عشان بسوق الموجة شيل فتن في وشك عشان في ايدي الخوجة انا شاب مش هتراضى الغلطة عني ماما موتا خلصت على فكره كده خلصنا الراكت طبعا الاغنيه مش زي بتاعت سلايفر حلم اوكي انا كنت داخل على اساس ان انا هسمع برضو حاجه يعني زي بتاعت سلايفر اغنيه سلايفر حلم اوكي اغنيه انا عجبيني بجد انا من امبارح بسمعها اوكي فطبعا انا النهارده قلت اسمع دي ومعاه ارسنك فاللي هو كنت حابب اعرف ارسنك هيعمل ايه كنت حس انا كنت في بالي ان ارسنك مش هيبقى حلو في الاغنيه دي كنت مفكر ان سلايفر هو اللي هيبقى احسن في الاغنيه دي بس طلع العكس اوكي ويا ريت برضو تعرفوني اذا كان رايكم زي او العكس اوكي وتفهموني ليه اوكي طبعا الكلمات انا شبه فيه اغلب الحاجات انا مش فاهمها اوكي ومش يعني ايه هبشوف الكلام هبنزل اتريق يعني هقرا الكلام هما بيقولوا ايه بالظبط اوكي اعرف اوكي لان لازم اعمل رياكت لازم اكون مش عارف هما بيقولوا ايه عشان اقعد اسال عشان الناس تقدر تشرح لي اوكي عشان في حاجات انتوا بتشرحها لي انا فعلا ببقى محتاج ان حد يشرحها لي اوكي زي مثلا زي التصوير بتاعت ابي يوسف عزرائيل في واحد قال لي اتفرج مش عارف على التصوير ازاي عملوها حاجه زي كده اوكي حاجه دي انا ما كنتش عارف ان هي موجوده اوكي او ما كانش هيجي في دماغي ان انا ادور على الحاجه دي اوكي فانا بستفيد لما بقعد بسال بستفيد اوكي ما علينا ده كان رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس